لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث وخط يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة زي ما عودناكم عندنا حلقة طويلة ومهمة مع جدعان بلدنا، ولكن خلوني قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أكلمكم عن حالة من العشوائية في أسواق بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية الخاصة بثرواتنا الداجنة والحيوانية والسمكية. احنا ببرنامج الجدعان كل يوم على طريق سفر في قرية شكل، في مركز شكل، في محافظة شكل، والله لو نملك الضبطية القضائية لأغلقنا معظم محلات بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية. لا تمتلك أي ضوابط في عملية البيع، ولا يوجد الرقابة المشددة التي ننتظرها من جهات الدولة المسؤولة عن حماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية. خلي بالكم أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصدرت خلال الأشهر الست الماضية حوالي 6700 رخصة لتداول وبيع الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية. كل ده هيبقى في كرة مصر، أصبح العمل الرائج حاليا اللي بيحقق ملايين من الجنيهات هو فتح محل لا يتجاوز مترين في مترين وبيع الأدوية والمستحضرات البيطرية البيولوجية. كل ده على حساب ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية. احنا محتاجين تفعيل القوانين ضد هذه المنشآت. احنا بنخسر ملايين الجنيهات بسبب هذه المستحضرات والأدوية التي تضر بكل ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية. خلي بالكم هذه المنشآت في قرارات بغلقها، وسهل جدا نحن ننفذ هذه القرارات. ومرة تانية لو نملك في برنامج الجدعان الضبطية القضائية لأغلقنا معظم المنشآت اللي بنزورها في كرة مصر. إذن هي قضية غاية في الأهمية، إحكام الرقابة على كل المنشآت التي تبيع الأدوية والمستحضرات البيطرية البيولوجية، ده لحماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي لكل مواطن في مصر. دي قضية شديدة الأهمية. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان يرصد في قرية الدلاتون مركز شبين الكوم بالمنوفية زراعة القلقاس بالنظم الحيوية لأول مرة وبنتائج مذهلة، حيث تضخمت الأشجار والأوراق والتي تمثل المصنع الذي يوفر الاحتياجات الغذائية للثمار في باطن الأرض، وهو ما يعطي مؤشرا على ارتفاع كميات المحصول ومضاعفتها وبجودة عالية. فريق الجدعان في مزرعة ألبان سامي أحمد حسن، وهو مزارع بسيط في بني سويف، نجح في الوصول بعدد قطيعه من الأبقار إلى 150 رأس حلاب هولشتاين، بخلاف الولدات الجديدة والعجلات العشار وتحت العشار وعجول التسمين، وهو يورد ألبانه يوميا والتي ينتجها في محلب آلي حديث إلى كبرى شركات تصنيع منتجات الألبان. دلوقتي هتزوروا معانا قرية الدلاتون، قرية عبد الرحمن الشرقاوي، واللي تصور فيها مشاهد عظيمة جدا من فيلم الأرض. هذه القرية تشتهر بزراعة القلقاس، ولكن القلقاس اللي زرناه المرة دي قلقاس مختلف تماما، ده قلقاس حيوي وإنتاجيته هتوصل من 30 ل 35 طن في الفدان الواحد. خليكم معانا. اللي قدام حضراتكم ده زرعة القلقاس العجيب، ما يتهيأليش حد ما بيحبوش، وخصوصا لما بيكون بالمواصفات اللي هتعرفوها دلوقتي. اولا مزروع حيوي، يعني من غير كيماوي ولا مبيدات، وثانيا الحباية الواحدة بيطلعوها من 3 ل 4 كيلو جرام، وثالثا بيبقى طعمها سكر.
لأنها مزروعة في بلد الولقاس الدلاتون بشبين الكوم في المنوفية. دي أهم زراعة عندهم. بجد قلقاس الدلاتون الحيوي عجيب، ورقه ضعفين أي ورقة تاني جنبه مباشرة من ورق القلقاس، وده معناه إنه هينتج ثمرة محترمة، لأن الورق هو اللي بيصب النشا اللي بيعمل حجم الثمرة تحت الأرض. كمان هناك في قرية الدلاتون معلمين في زراعة القلقاس وإنتاج التقاوب نفسهم بعد تخريط عيون القلقاس وإعادة زراعتها، وفي التجربة الجديدة بالنوفا بلس الحيوي حملوا عليه طماطم وذرة وكله نجح. وكمان كل المؤشرات بتقول إن إنتاجية الفدان مش هتقل عن 30 طن. تخيلوا. اللي بنصور في أرضه هو الحاج محمد عطية، وده راجل عظمة وما يعرفش في حياته غير شغله في التربية والتعليم لغاية لما طلع على المعاش، والفدانين اللي حلته المزروعين بالقلقاس، وبيمسك منهم ما شاء الله فلوس كويسة، وهو راجل طيب وابن أصول وعنده معلومات رهيبة عن القلقاس وفوائده الصحية وطريقة زراعته. ركزوا معاه وضحكوا من قلبكم على خفة دمه وضحكته الصافية اللي تشرح القلب. احنا موجودين هنا عشان نتفرج على القلقاس حيوي. القلقاس المفروض ان هو نتمنى ان احنا نعمله في مصر كلها. القلقاس اولا منشأه وموطنه الاصلي بلاد الهند وجنوب شرق اسيا. تمام. مصر ترتيبها للاسف ترتيبها السادس عالميا في زراعة القلقاس. ان شاء الله نبقى طيب. اول قريب عشان ما نقولش للاسف الاول. مين بقى؟ الصين، نيجيريا، ساحل العاج، غانا، غينيا الجديدة، ودول اخرى. تمام. فمصر ترتيبها تقريبا السادس. بس انتوا هنا المعلمين بتوع. احنا اساس القلقاس. احنا اساس القلقاس. والقلقاس له اسماء وعديد وانواع، منه الامريكي وغيره، لكن اجود انواع القلقاس عالميا القلقاس المصري. لا الطعم. والطعم ده احنا لسه ما بنتكلمش في غير الطعم. حضرتك بالدراسات، وانا ما بتكلمش كلام، اللي عايز يتابع الكلام بتاعي ده يتابعه مطرح ما يعجبه. بالدراسات اثبت ان القلقاس غني بفيتامين ألف وفيتامين ب وفيتامين جيم، وأيضا يحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن زي المنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور وخلافه. الناس اللي خايفة من كورونا وبيأكلوا القلقاس عشان تقوية جهاز المناعة وزرعة ببلاش. القلقاس له طرق كثيرة جدا للطهي. هي جديدة عليا حتة الشوي. لا، القلقاس يؤكل مشوي ويؤكل مسلوق ويؤكل بالخضرة ويؤكل بالطماطم. خلي بالكم، الحاج محمد عطية كل زراعته حيوية، وبقاله سنتين أرضه مهوبش ناحيتها كيماوي. زرع البرسيم والذرة والطماطم والبطاطس والبطاطا وطبعا القلقاس، وكله حيوي. والغريب إن جاره اللي زارع قلقاس برضه كان رافض فكرة الحيوي، لكن مية الري في أرض الحاج محمد عطية نشعت في جزء من أرض جاره فطلع فيها القلقاس العجيب. وطبعا جاره لما شاف بقى هيتجنن ويعرف ده حصل ازاي. طيب انا جاهل لك ورزعب مشوار كبير عشان نيجي نسمع منك انت زرعت القلقاس ده ازاي بالاحجام دي والورقه بتاعت الفيل. اقول لي ده مش فيل، ده ديناصور. اقول لي ساعات. اولا انا جربت النوفا بلس اللي هو السماد الحيوي في زراعات قبل القلقاس. تمام. زي البرسيم وزي الطماطم وزي الذره. تمام. وجدت له نتائج مبهره في البرسيم. تمام. وجدت نتائج مبهره في الطماطم. انا كنت عامل طماطم كان عندي. طب تقول لي عمل ايه في الطماطم؟ اقول لك، اولا الطماطم كان الحجم كويس، صلابه الثمره، الطعم كفايه ان انت بتاخد طماطم اورجانيك بتاكلها نظيفه خاليه من جميع الكيماويات حرصا على بيتك واولادك. والبرسيم. والبرسيم زي الفل، بيزود نسبه البروتين في البرسيم، كميه البرسيم، بعدد حشات البرسيم، في حاجات ومميزات كثيره جدا للفلاحين يفهموا بقى ويعرفهم ان النوفا بلس ده مفيد وسمات حيوي. والميزه اللي فيه ان انت بتوفر فلوس، بتزود محصولك وانتاجك وتوفر فلوس. انا عندي 64 سنه، ال 64 سنه على معيط على الدنيا، والقلقاس بتاعنا كان بيزرع بالطريقه التقليديه بالكيماوي والسماد البلد. كم شكاره كيماوي؟ يعني في الوقت الحالي الفدان بياخد من 15 ل 20 شكاره كيماوي. يعني بيكلفك كم الفدان؟ الفدان ما يقلش عن 4-5000 جنيه اسمده في فتره القلقاس. السنه دي عملنا ايه؟ السنه دي اشتغلنا بالحيوي. انا جيت ازرع القلقاس، جبت جيركن نوفا بلس ده حطيته للفدان في ريه الزراعه. تمام. وبعد ريتين حطيت كمان جيرك، وبعد ريت، يعني القصه كلها بتتراوح في حوالي 80 لتر، يعني 4 جراكن نوفا بلس. الشغلة دي كلها في الفدان على مدى السنة بالكامل. على مدى السنة. آه. بس ده لازم يكون الأرض متسمدة سماد عضوي،
عشان كده زرعت برسيم قبلها؟ زرعت برسيم وحردت البرسيم في الارض ونزلت للفدان 12 مقطوره سباق، يعني حوالي 50 متر سباق بلدي. وطبعا معمولين معامل حراريا طبعا، وكمان معمولين ايه متعالجين. تمام متعالجين تمام بالنوفا بلس، كمرناهم من 25 ل 30 يوم وبعد كده نزلنا السباق. تمام واخد بال حضرتك. احنا كان عندنا في الولقاس العادي الراجل اللي عنتيل في الولقاس بيجيب له من 15 ل 18 طن ولقاس العنتيل، 15 ل 18 طن ولقاس الفدان. الفدان اللي هو 18 قراط، اللي هو 18 قراط اللي هو الفدان بينباع، الفدان 24 قراط بينباع والقاس 18 قراط. كان بيجيب له حوالي القراط يعني تحط له معدل متوسط طن. النهارده بالنوفا بلس ده ان شاء الله هيعدي ال 2 طن القراط، هيوصل الفدان ان شاء الله من 30 ل 35 طن. استريح ان شاء الله باذن ربنا يعني. الله اكبر. كام الطن بقى النهارده؟ الطن النهارده في الاسعار متدنيه شويه لان القراط لسه لحد دلوقتي ما رباش قرمه فما بيوزنش، يعني القراط القراط النهارده لما يطلع النهارده على الوضع اللي هو فيه ده يطلع من 500 ل 600 كيلو القراط. لسه عندنا القاس بيبتدي يصب الثمر بتاعه ابتداء من شهر 11 و12 يصب. انت جنبك الناس كلها زرعوا القاس؟ نعم. ومحصولك فارق؟ نعم يعني باين قوي حضرتك. القاس اللي جنب ده مزروع قبل بشهرين، ده زرع 10 10 2 انا زرع 10 4 اللي هو جنب ده. انت معديه؟ امال ايه. واللي هناك نفس القصه في العقل التاني نفس القصه. طيب الناس بدات تسالك ايه ده؟ من غير ما يسالون عرفوا، هم عرفوا. انا كل شويه شايل الجيركن في العربيه وجاي وفي السماده وفاتح وشغال. ايه يا عم انت بتعمل ايه بتحط ايه؟ ما احنا ناس بقى في منافسه والناس فلاحين، انت عارف فلاحين لا طبعا ساعد بعض. كل واحد بقى ما كل واحد عايز يعرف انت بتعمل ايه. ايه اللي خلى ولاسك عمل كده؟ حل لي بقى لما تبقى تشوف الناس. لكن السنه دي لما يشوف الانتاج ويشوف المحصول وشاف الزرع وباين وفارق هيعرف دلوقتي ان في حد. اي السنه الجايه هتلاقي كل بيقول لك انا عايز ازرع بالسماد الحي اللي هو النوفا بلس. تعالوا بقى نقابل الدكتور محمد فتحي سالم رئيس مركز الزراعه الحيويه بجامعه السادات، واللي ابتكر هو وفريقه العلمي المركب السمادي النوفا بلس العضوي ومبيد النوفاكي العضوي لمكافحة الآفات النباتية، واللي بيلف مصر كلها عشان يعلم الناس يعني ايه زراعة حيوية. عايز افهم منك اشمعنى الولاس بالذات ودي بلدك في المنوفية اللي قررت انت لازم تزرع بالشكل ده ونتائج تبقى بالشكل ده؟ بحييك انت وفريق جدعان على مجهودكم معانا المتواصل، لان احنا بنتحرك على مستوى الجمهورية. وخلينا النهارده وانا بكلمك بنتكلم على محافظة المنوفية، احنا من اكبر المحافظات اللي فيها مساحه قلقاس منزرعه. المساحات اللي في مصر منزرعه اكوردنج الارقام اللي منشوره من وزاره الزراعه والقطاع الاقتصادي من 6000 ل 6200، سنه 2000 تحديدا كان لا يتجاوز 5000 فدان. تمام. النهارده احنا داخلين على ما يقرب من 8000 فدان. طيب وضع القلقاس ايه حالا دلوقتي؟ طب ليه مع انه زراعه مربحه يعني؟ يعني لما الفدان يعمل 150000 جنيه ده حاجه فلوس له كويسه. له خبره في الزراعه، له خبره في الزراعه. يعني ايه له خبره في الزراعه؟ قد حضرتك مثال، مثلا فدان القلقاس محتاج ما يقرب من حوالي طن اسمده، طن اسمده كيماويه. هل بالاسمده الكيماويه دي مصر قادره انها تصدر طن القلقاس للخارج؟ لا. صحيح. شوف بقى المشكله اللي احنا صحيح كم طبقات اسمده كيماويه. الاسمده اللي الفلاحين بيضيفوها في القلقاس للاسف يوريا كمان، فبالتالي ممنوع تصديره. ده الايشو الكبير في مصر. ليه بقول لحضرتك انا مهتم بزراعه عضويه في القلقاس؟ الوضع الحالي دلوقتي الفدان من متوسط الانتاجيه من 16 ل 22 طن. الفدان الفلاح العادي يجيب 16 طن، الشاطر يجيب 22، الفلاح الشاطر قوي 22 طن. ده رقم دلوقتي. ده الكيماوي اللي بيصرف ما يأكل من 5-6000 جنيه اسمده. القلقاس بيقعد في الارض 10 شهور. هل ممكن احنا نعمل بمفاهيم الزراعه العضويه نخلي الفلاح ده اللي بيزرع القلقاس ابا عن جدا اورجانيك يعرف يجيب ما يقرب من حوالي افريج كده 30 طن 32 طن؟ بمعنى انا عايز اوصل مثلا وليكن مثلا القراط لو بجيب 800 كيلو لطن، انا عندي طموح دلوقتي ان احنا بنعمله مع المزارعين، دي خطوه اللي بنعملها السنه دي ان احنا نخلي القراط ما يقرب من 3 طن. سعره طن طن القلقاس وقتها يعدي 300000 جنيه. فالفلاح ده يعدي يوم بفكرك. ليه بقى؟ ليه يعدي 300000 جنيه؟ لان طن القلقاس في مصر بيتراوح من 5000 ل 8000 جنيه. سعر طن القلقاس ادنى الاسعار 5 جنيه. يعني الطن ب 5000. اعلى الاسعار كانت السنه فاتت كانت ب 8000 جنيه. تمام. فخلينا ندي متوسط اللي هو الادنى اللي هو 5000 جنيه. اما اقول لحضرتك 5000 جنيه في متوسط 50 طن، الراجل ده بيتكلم في 52. طب لو اتكلم في 6 جنيه 300000 على طول. لا فيش فدان زراعه في مصر يا محمد بيفيد المنوفيه، بكلمك عالم منوفيه، يجيب 100000 جنيه. فالزراعه دايما عامل 300. ضمنا يعني سميت الحاج محمد عطيه، انا مصر ان احنا نعمل في كل قريه فلاحنا مزاجي. ده راجل ترباوي متعلم
الناس شايفينه وعنده المعلومه سلسه ويعرف يقولها شاطر جدا ويطبق. اما جينا نوصل وهو شايف ان انتاجيه تتعدى 2 طن القراط امن بفكره. دلوقتي احنا قبل موسم الحصاد بحوالي 4 شهور بس ليك عليك تتخيل. انا هديك نموذج عملي كده. دي القلقاسه من اللي هي موجوده دي هنا دي هنا موجوده. ده القلقاس اللي احنا فضل متقشره. بنسمي النبات ده القلس بتاع القلقاس. هتمسكها لك انا؟ القلقاس. اه بنسمي النبات ده القلس بتاع القلقاس. بنحكم على دي نقول والله دي تدي حجم الكرمه دي قد ايه. ده بنسميه جذر. بس هو جذر درني موجود زي اعتبره بطاطس. بس الجذر ده منوط ان احنا في حلال 4 شهور مصنع الورق ده يخلي الكرمه دي تعدي ال 4-5 كيلو. فاحنا من دلوقتي مرحله صب مصنع الورق اللي انت حضرتك شايفه ده يصب في الكرمات دي وتبتدي تتكون الكرمه دي. نيجي احنا نشيلها من اخر ديسمبر لغايه نص فبراير. لما نقطع الراس دي على طول يطلع لنا الراس الكبير. الراس الكبير انا هوري حضرتك نموذج للقلقاسه اللي موجوده هنا محصوده. هوري حضرتك نموذج للقلقاسه موجوده دلوقتي حالا. دلوقتي دي قلقاسه محمد بيه المفروض ان دي مصدر التقوي بتاعتنا. بس ده شكل القلقاس. بس تبقى القلقاسه دي 4-5 كيلو. بل حضرتك 4-5 كيلو دي من السنه اللي فاتت. القلقاسه دي صح؟ دي القلقاسه من السنه اللي فاتت صغيره. تقاوي دي اللي بنزرع منها تقاوي القلقاسه. زرعت لوحدها كده يعني محفوظه وزرعت؟ زرعت كده. ده بنسمي احنا فم القلقاس البرعم الكم يعني. بس البراعم اللي حضرتك شايفها دي بنقطع عينها منها العيون والعيون ونزرع من دي 6 نباتات. يعني دي تعمل 6 اللي هي حركه البراعم بتاعتك دي الاول. دكتور عايزها؟ اه لا خلاص شيلها تقيل. انا عارف. انا اسف اتفضل. انا اسف تمام. فاما نيجي اما اجي اقول لحضرتك احنا ليه مهتمين بمحصول القلقاس. لانه محصول اقتصادي كبير جدا. وانا اشوف ان مصر لو مهتميه بالمحاصيل اللي اوروبا عايزاها. اما تخيل ان حضرتك مصر فيها مساحه 9 مليون فدان والمساحه المنزرعه من القلقاس لا تتجاوز 7-8 مليون فدان. صحيح. رقم ضخم جدا. يعني معنى كده عندنا يعني ايه قوه شديده جدا لو زرعناه. ايوه سواء في التصدير او السوق المحلي. بس جدا. انا جالي وفد استرالي في 2008 قالوا لي وقتها هل ممكن احنا عايزين نزور قريه اسمها قريه شنوان وقريه دلاتون. يعني الاستراليين جايين من بره. هو بيتكلم ان انا عايز ازور قريه دلاتون. فبقول له ليه؟ قال لي لان فيهم احسن صنفين قلقاس في العالم. تخيل الصنف المشهور في مصر في القلقاس صنف اسمه ابو جاموس اللي انت حضرتك هتشوفه ده. ان حجم الراس كبيره زي راس الجاموس. حتى متسمي في التكست بوك ابو جاموس. يا سلام. والله الاسم العلمي عشان تعرفوا للقلقاس اسمه الطارو. وتاني حاجه ده يعتبر من مصادر الكربوهيدرات العاليه جدا لمحاصيل الجذور الدرانيه. طيب ارجع مع حضرتك مثال. لو احنا جبنا كيلو قلقاس ونعرف قيمته الغذائيه. كل 100 جرام في مايكروب من 562 كيلو جول طاقه. كيلو جول كيلو وحده طاقه. وحده طاقه اللي هي تنقاس بالكيلو. اعتبرها كيلو كالوري. بس على وانا جاي بكلمك بقى ايه اللي يهمنا هنا في زراعه عضويه. انا عايز من احنا من الاسمده الحيويه اللي حضرتك شفتها دي. انا عايز ان القلقاس ده لو ضعفنا انتاجيته فالفلاحين يقبلوا عليه. يعني تخيل يا الحاج محمد عطيه ربنا كرمه من 50-55 طن يعني ما يكرب بس 2-2.5 طن للقراط. يبقى هو كان غيره بجيب 800 كيلو هو جايب 3 اضعاف جيرانه. اتخيل ان الدراتون كلها السنه الجايه بتتكلم في كده. هيقلده الراجل ده وهو كي فارمر معروف كبير. مش السعر يقع؟ لا السعر ما يقعش انه هو عليه طلب كبير. انا جاي لك انا اهو القلقاس بيتصدر. احنا الدوله الوحيده بتصدر قلقاس لاستراليا. الاستراليين يتمنوا القلقاس المصري. ما انا ليه بقول لحضرتك لازم نقابل الدكتور احمد بيه بتاع الشركه. الدكتور احمد عبد الحي. احمد عبد الحي ليه لازم نقابله؟ الراجل ده عنده شركه وعارف يفتح اسواق. وانا احط ايدي في ايده هديله مواصفه تصديريه للقلقاس وهجيب له الشركات اللي تتكلم عنه في استراليا اللي عايزينه. بكره ارتب لكم معاد. يا ريت والله. انا مبسوط من عند حضرتك في برنامج جدعان. في ناس كتير ممكن تعمل تحالف ويبقى عندهم نشوف بعض يا دكتور. دي اهم حاجه في البرنامج. بدل ما تشوف جزر منعزله. خدتوا بالكم من الارقام؟ فدان القلقاس بالكيماوي بياخد 20 شكاره يوريا ثمنها يعدي ال 4000 جنيه ويا دوبك الجمعيه بتصرف 6 شكاير والباقي الفلاح بيتصرف فيها من التجار. لكن بالحيوي هم 80 لتر نوفا بلس بتتروي بيهم الأرض في مية الري وتكلفتهم يدوبك 1000 ولا 1200 جنيه. وخلص الموضوع وما شاء الله الإنتاج هيعدي بإذن الله 30 طن. الورقة دي جت إزاي بالحجم ده؟ سؤال حلو. يعني هل ده طبيعي ده؟ لا 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 خالص خالص. طب يعني ده نوفا بلس؟ ده نوفا بلس. انت سالت الحاج يعني؟ محمد عطيه. اما انا جاي لحضرتك اهو بندرس يا محمد بيه كل محصول احتياجاته السماديه ايه. دي فعلا حاجه اسمها اندوفايت بكتيريا. يعني ايه اندوفايت بكتيريا؟ الساق اللي انت حضرتك شايفها دي اللي احنا قطعنا الساق وقلنا عليها الالس دي. لازم الساق ده يكون غض جدا ما ينكسرش والورقه دي بالحجم كبير لان الورقه دي منوط المصنع اللي بيصب لي
الاسترش او النشا حجم الثمره الكبيره حضرتك شايفها دي. لو انت شفت الاراضي اللي مزروعه كيماوي الورقه دي تعدى نص الحجم ده صحيح تمام. فالجزء ده منوط منه ايه؟ ان يعمل لي كلوروفيل يعمل تمثيل ضوئي فوتوسينثيز عالي وعندي كلوروفيل ايه وبي وده اعلى معامل لتحويل الاسترش للنشا تصب في الراس تحت. مرحله الصب بتبتدي من دلوقتي بنقعد 4 شهور نصب يعني 4 شهور نصب يعني حاج محمد يقطع ده في نص يناير بدايه الصب في الراس من شهر 9 سبتمبر اول 9 يفضل النبات ده يصب الطاقه الشمسيه ينزل نشا في الثمره تحت في الثمره طب ونيجي في اخر هتلاقي الورق ده كله مع بدايه الحصاد قبل الحصاد بحوالي 25 يوم الورق ده كله بتلاشى وبقى انا خلاص اقلع بس انت تقلع بس الراس بس تبقى كبيره بقى جدا راس 4 ل 5 كيلو. على فكره قبل ما نسيب قريه الدلاتون ورونا نبات منتشر في الترعه مش ورد النيل لكن اصعب منه وبيغطي الترعه بكثافه مرعبه ومحدش عارف حتى اسمه او اسباب انتشاره وعلى الحال ده من سنتين وطبعا بنخسر كميات مهوله من الميه بسبب النبات الشيطاني اللي قدام حضراتكم. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في مزرعة ألبان سامي أحمد حسن وهو مزارع بسيط في بني سويف نجح في الوصول بعدد قطيعه من الأبقار إلى 150 رأس حلاب هولشتاين بخلاف الولدات الجديدة والعجلات العشار وتحت العشار وعجول التسمين وهو يورد ألبانه يوميا والتي ينتجها في محلب آلي حديث إلى كبرى شركات تصنيع منتجات الألبان. دلوقتي هتزوروا معانا محافظة بني سويف، هنروح مزرعة الخيرات لإنتاج الألبان، صاحبها مزارع بسيط جدا اسمه سامي أحمد حسن، هذا الرجل بدأ حياته ببقرتين بلدي كانوا بينتجوا من 6-7 كيلو لبن في اليوم الواحد، النهارده البقر اللي بيمتلكه في مزرعته كله هولشتاين وبينتج 40 كيلو في اليوم الواحد، خليكم معانا. اللي قدام حضراتكم ده مزارع بسيط جدا من محافظة بني سويف 40 سنة أضاها من عمره في الزراعة وتسمين المواشي وإنتاج الألبان لكنه طموح وذكي وعارف بيحط قرشه فين وإزاي يقعد جنبه لغاية ما يخليه قرشين وثلاثة. اسمه سامي أحمد حسن وعنده مزرعة أبقار حلابة هولشتاين على طريق أسيوط الغربي فيها حوالي 250 راس 150 حلاب والباقي عشار وتربية إناس وعجول تسمين وطبعاً في مزرعته بيشتغل كأي عامل يخلط العلف ويلف على البقر يومياً ويتابع الولدات وبرامج التحصين والعلاج والوقاية ويلقح العجلات الصناعي ويسوق المكسر ويحلب اللبن وكل ده بيعمله عينه في وسط راسه وحواليه 22 عامل أصل دي أرواح تعتني بيها هتحافظ على قرشك. وعلى فكرة متوسط إنتاج الألبان من البقرة الواحدة في مزرعة عم سامي أحمد حسن الله أكبر 40 لتر في الشتاء ومش بيقل عن 30 لتر في الصيف. وبالمناسبة وإحنا في مزرعة عم سامي أحمد حسن كان معانا الدكتور محمد عاطف المدير التنفيذي لمصنع ميلك دايموند وده أول مصنع مصري لتصنيع وتركيب خطوط الحلب الآلي بالشراكة مع إيطاليا وكان بيشرف على المحلب الخاص بالمزرعة. هو محلب إلكتروني وعنده حلول وأفكار كتيرة للنهوض بإنتاج الألبان في مصر. تعالوا في البداية نقابل عم سامي أحمد حسن 53 سنة واللي عايش حياته كلها في المزرعة ولما بيتعب بيمدد شوية في العصاري وطبعا دي أحلى نومة وخصوصا لو البال رايق. أنا عايز أسمع حكايتك، أنت راجل معلم في الشغلانة، احكي لنا حكايتك مع اللبن من أول ما كان بقرتين فاكر؟ تقريبا فاكر 83 احكي لي. ايوه 83 طبعا كان عندنا كنا صغيرين والدي توفى من حوالي فتره طويله سابني من 6 سنين فات اخويا كان لسه والدتي حامل فيه 8 شهور او 7 شهور
اتوفى واخويا الحاجات منهم طبعا طلع كان في مصر حاجة الصلب قضى فترة فيها وبعد 5 سنين طلع السعودية بعت لنا فلوس ودورنا الشغل جبنا بهاي من بره من السوق ورحنا للسواق ودخلنا علف كان كل ده بار بلدي مش كده؟ بار بلدي لغاية 2012 2012 كان عندك كم بارة؟ ما كانش عندي بلد بهايم البلدي اللي هي 25 بقرة اللي هم انا طلعت بهم من 83 لحد 2012 تمام وصلت لحد 25 بقرة بلدي كان تسمين ولا لبن؟ لا ده لبن تسمين منهم فيهم وصل ل40 وصل ل30 اشتري شويه من بره تسمين زود التسمين بدأنا نعلف نجيب خلطات وكده ونبيع ونشتري نزرع طماطم ونزرع قطن ونزرع ده وده 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 كنت مأجر أراضي كمان حواليك مأجر أراضي جنبية وبدأت أجيب مكنة ري أجيب عربية بدأنا نتحسن لحد 2012 فبدأنا نتأثر من الحمى القرعية ضربتنا نتعلم منها ده 2.5 مليون والله مزرعة عم سامي أحمد حسن مساحتها 15 فدان ويوميا فيها 3 مواعيد لحلب البقر 9 الصبح و5 بعد العصر وواحدة بعد منتصف الليل وده من خلال 2 محلب الأول كمبيوتر وده المحلب الرئيسي وتكلفته بدون الشاسيه 750,000 جنيه والتاني محلب عادي خلاه احتياطي والاتنين طاقتهم 32 نقطة حلب وبالمناسبة بدأ الحلب بنقطة واحدة وكانت جهاز حلب كاريلو متحرك الراجل ده قصة كفاح كبيرة كم راس رحب منك وقتها؟ يعني 80 عجل دراحه خالص 2.5 مليون طبعا اتعلمنا من الواقع اللي هي اللي حسنا بيه درس جديد شوية حسنا بالمشكلة بدنا نتعلم بقى نسأل ده بيجي منين ده حصل ده بيجي منين طب حصل ازاي جبنا دكتور غير الدكتور اللي كان معانا يعني 2012 كانت سنة تحول أو سنة فارقة بالضبط كده 13 و14 و15 بدأنا نعلى شوي علينا شوي بدأنا 2016 ندور على مكان أوسع شوي اللي هو ده جينا هنا طبعا بنجيب بنحسن التوقيح من السيمن نختار عجل كويس جيناته كويسة درعه كويس الأم درعها كويس أسكورها حلو لبنها عالي بدأنا نحسن العجلات اللي هي عندنا دي بنفس المواصفات انت قلت لي ان انا في الشتاء بوصل لغايه 40-41 كيلو لبن صح الله اكبر يعني 40-41 لتر وفي الصيف بننزل لغايه 30-29 على حسب الولاده دي ارقام حلوه قوي الله اكبر عليك الحمد لله طيب ليه عندك 2 محلب وفرق معاك المحلب الالي ده والله وفرق من ناحيه ان انا ارتحت من ان انا بكتب البقره جاب كام وما جابش كام ده اللي يبقى الشياع السيستم اللي يبين لك كل حاجة في البقرة وحالتها المرضية كانت ما كانتش اشترت ما اشترتش راحت على حلباتها كم لتر بتنتجه كل حاجة حلقتها كلها جايبها لك سنتي في سنتي عم سامي أحمد حسن قاعد في المزرعة عشان يتعلم يعني ما فيش حد بيدخل سواء دكتور أو خبير تغذية أو حتى عامل إلا لما بيتعلم منه وبعد لما بيمشي بيقوم يعيد اللي عمله وكمان خد دورة في معهد تناسليات الهرم وبقى متخصص في التلقيح الاصطناعي هتعمل ايه تاني؟ ناوي تكبر القطيع طبعا. بتاعك؟ يعني انا شايف القطيع هنا المزرعة هنا ممكن تشيل لغاية 600-700 راس لا يا اخيرها 400-450 لا يعني عدد قطيعك ممكن يبقى 700 لا ما هيبقى مزنوق ما عشان تحلب من 400 اكيد يبقى عندك برضه في تسمين جنبه قلت 300 مثلا و200 مثلا توابع جنبيه مش ناوي تعمل لك وحده تصنيع هنا احنا نعمل ان شاء الله في الفتره الجايه دي هنفكر نعمل يعني يقول لك مش عايز اللبن ندخل تصنيع ده على طول ان شاء الله وهنبقى احسن مصنع كمان ايوه مصنع كويس يصنع جبن على سمنه على حاجه وهيبقى لنا عربيه توزيع وهيبقى لنا خط سير بمندوب بمهندس مسؤول عن الحاجات دي ان شاء الله دلوقتي تعالوا نقابل الدكتور محمد عاطف المدير التنفيذي لمصنع ميلك دايموند أول مصنع وطني لتصنيع وتركيب خطوط الحلب الآلي بالشراكة مع إيطاليا هو بالمناسبة طبيب بيطري وعنده إصرار على تطوير نظم جمع وحفظ الألبان في مصر وبيلف العالم عشان يزور أحدث مصانع معدات الحلب سواء للأبكار أو الماعز ونفذ حوالي 12 محلب آلي في أفريقيا عايز أتعرف منك على أحدث النظم في العالم لتجميع الألبان وخصوصا من عند صغار المربين احنا عندنا في شركة ميلك دايموند احنا بدأنا في 2015 الحمد لله يعني في بنحاول نقدم حلول متكاملة لتطوير مزارع الألبان من صغار المربيين لحد المزارع الكبيرة المتوسطة والكبيرة
في عندنا الحمد لله من أنظمة مختلفة في المحالب، المحالب العادية، محالب المتنقلة للصغار المربين اللي عنده 5 رؤوس أو 10 رؤوس، محالب كمبيوتر، محلب لواحد عنده 5 رؤوس. في محالب متنقلة يقدر بيحلب أوتوماتيك زيه زي المزرعة الكبيرة، يضمن اللبن بتاعه نزل بجودة كويسة، مفيش إيد لمسته، بينزل في القسط ويقدر إن هو عنده مبرد صغير 100-150 لتر ينقل فيه بعد كده اللبن، يحط فيه اللبن على طول بحيث يبقى اللبن بيتبرد على طول، ما يبقاش فيه فرصة لبكتيريا تنمو أو حموضة بتاعت لبن تتغير أو يحصل أي مشاكل من مشاكل. يعني بداية من 4 رؤوس أو 3 رؤوس عندنا حلول، نقدر نقدم لهم حلول وتبقى في نفس الوقت بتكلفة منخفضة بحيث ان هو اللي هو كاريلا ده الكاريلو الحلبة النقالي. اسمه كاريلو مش كاريلا، كاريلو. كاريلو دي كلمة ايطالي يعني اللي هي الحلبة النقالي. تقدر تحلب بقرة واحدة، تقدر تحلب بقرتين مع بعض. بيبقى ملحق بها مبرد صغير 100-150 لتر يخزن فيه اللبن بتاعه بحيث ان يوميا مثلا كل يوم هو بيورد اللبن بتاعه لمركز تجميع. تكلفته عالية، التكلفة بتاعته في المتناول، بس هو بيحسبها انا دلوقتي هدفع يعني بتتراوح الاسعار من 8.5-10 لحد او ماكسيمم هتلاقيها 13 في الحدود دي. يعني مطلوب فعلا ان احنا الحاجات دي تبقى بالقسط للصغار المربين، صح كده؟ هتسهل عليهم العملية عشان شوية، عشان بداية اللبن نفسه تبقى سليمة. وهتشجعهم، بس اهم من ان انا اوفر له حلابة صغيرة يحلب بيها، ان انا اوفر له حاجة كويسة اقدر اشتري منه اللبن بسعر كويس. هو دلوقتي انا لو وفرت له محلب كمبيوتر احسن محلب في الدنيا، بس هو في الاخر مش عارف يبيع اللبن بتاعه او مش عارف ينتجه بجودة كويسة، انا ما عملتلوش حاجة، انا كده يعني حملت عليه عبء اكتر. انا لو جودت اللبن المصانع هتاخده والسعر حلو، بس لازم برضو يبقى منظومة متكاملة، هي زي سبلاي تشين كاملة، سلسلة كاملة، ان انا يبقى فيه هو المزارع مثلا، انا اقول مثلا كل قرية فيها مثلا 100 راس، هعمل لهم مركز تجميع صغير جنبهم يلم، احنا بنتكلم مثلا 100 راس دول ممكن يبقى بيلم يوميا هنقول افرج من 1.5 طن ل2 طن 3 طن على حسب انتاجيات البقر. في حاليا ان شاء الله سيستم شغالين عليه، ده يقدر مثلا احنا يبقى فيه هب في كل محافظة او في كل مركز، الهب دوت او مركز تجميع الالبان الكبير ده مرتبط بمراكز تجميع صغيره متفرقه في القرى. ده مين اللي بينفذ المشروع ده؟ احنا شغالين عليه دلوقتي. يعني قطاع خاص ولا دوله؟ عشان الدوله اصلا بتنفذ الكلام ده. المفروض هنا القطاع الخاص مهما كان مش هيقدر يغطي الحجم الكبير اللي الدوله كلها شغاله عليه، فاحنا نتمنى يبقى في تعاون مع وزارة الزراعة والإنتاج الحيواني في الوزارة، إن إحنا نقدر نشوف طريقة أو حل نقدر نوصل بيه إن إحنا نفيد البلد وتتطور بالنسبة لإهدار 4 مليون طن لبن سنوياً اللي بيحصل فيه مشاكل. نفسي بدل ما نقول كاريلو إيطالي نقول أي اسم مصري، يبقى الحاجات دي تتصنع في مصر. معقولة مش عارفين نصنع حلاب يحلب بقرة ولا اتنين؟ احنا يعني هو في كومبوننتس اجزاء مش هتبقى صعبه ان احنا تتصنع دلوقتي في الوقت الحالي، عايزه مثلا معدات متطوره شويه، وبرضو السوق لسه مش اللي هو يقدر يستوعب انتاج كبير بتاع مصنع يقدر يصنع مثلا جزئيه واحده، لان هنقول المحلب زيه زي مثلا العربيات زيه زي الطيارات في اجزاء كتير جدا، فما فيش شركه تقدر تصنع الاجزاء دي كلها. احنا الحمد لله من اخر السنه اللي فاتت في اول السنه دي بدانا ان احنا الاجزاء اللي نقدر نصنعها هنا في مصر ابتدينا نشتغل عليها. وانتوا المصنع الوحيد اللي في مصر اللي بيصنع اجزاء في المحالب؟ والله لحد علم احنا الحمد لله يعني في الاجزاء اللي ابتدينا نصنعها فيها احنا ابتدينا الحمد لله اول ناس كان لنا السبق ان احنا نصنع نبتدي في الحاجه دي. بنبتدينا بالاجزاء الاول الستيل مثلا، الفريمات بتاعه المحالب، الشاسيه اللي بيقف فيه البار للمحالب، الشاسيه الفريم بتاع الحلبات الكاريلو، بتيجي الاجزاء احنا بنوفر برضو عمله صعبه وبنوفر شحن وجمارك وهكذا، ونجمع الاجزاء ديت هنا في مصر بحيث ان اقدر في الاخر اسهل على المربي وعلى المنتج ان هو يقدر يكمل، وفي نفس الوقت المنظومه كلها تمشي. مشروع عم سامي احمد حسن، مزرعه الخيرات للالبان في بني سويف، تعتبر نموذج للتحول الناجح من تربية البقر البلدي اللي بيجيب 7 ولا 8 لتر يوميا من اللبن، للبقر الهولشتاين العملاق اللي متوسط إنتاجه بيوصل ل40 لتر يوميا. راجل جدع بجد وبيخطط وحاسب خطواته اللي بدأها وعمره 16 سنة. وطبعا محتاجين كل مشروع ممكن يضيف لقطاع إنتاج
وتجميع وتداول الألبان في مصر. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن خلينا أقول لكم أن الشركات الزراعية الكبرى تنتظر الدعم والمساندة من الدولة من خلال دعمها بمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%. هناك تباطؤ شديد في صرف القروض للشركات الزراعية، ودائما القروض لا تأتي في موعدها المناسب، ده إذا تم الحصول عليها. أيضا بيتم توجيه الشركات لشركات التأجير التمويلي وبياخدوا القروض بفائدة 18%. أي زراعة في مصر تحتمل فوائد 18%. المهم أن هذه الشركات الخاصة بالتأجير التمويلي يمولها البنوك التي تتباطأ في صرف القروض للشركات الزراعية. لماذا نعتبر إقراض الشركات الزراعية مخاطرة بينما من خلال شركات التأجير التمويلي التي تمولها نفس البنوك لا ينظرون إلى نفس الشركات الزراعية بأن تمويلها مخاطرة؟ هناك أكيد خطأ في الأمر. خلي بالكم، البرازيل بعد أن كادت توشك على الإفلاس تم إعلانها كواحدة من أعظم الاقتصاديات في العالم بفضل الزراعة. هي رقم 5 في الاقتصاد على مستوى العالم بسبب اهتمامها بالقطاع الزراعي، صادراتها تتجاوز 10 مليار دولار. إذن الزراعة يمكن أن تكون طوق النجاة لمصر، وحتى يمكن تحقيق مستهدفات الدولة من تصدير ما يقرب من 100 مليار دولار. دعم ومساندة القطاع الزراعي وإقراض الشركات الزراعية هو أمر شديد الأهمية وقضية تستحق النقاش. الزراعة ليست مخاطرة على الإطلاق. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة السبت: فريق الجدعان يزور مشروع الاستزراع السمكي شبه المكثف في كلية زراعة مشتهر بجامعة بنها، والتي يتكون من 8 أحواض خرسانية سداسية الشكل، وتنتج نحو 120 طن من أسماك البلطي سنوياً. كما يمثل مركزاً دائماً لتدريب الراغبين على العمل بقطاع الاستزراع السمكي في المياه العذبة. فريق الجدعان يرصد قصة نجاح الشاب محمد الكوكاني في منافسة كبرى الشركات العالمية المنتجة لزيوت السيارات والمحركات وآلات المصانع، حيث أنشأ مصنع في الأسكندرية وأنتج منه 7200 طنا من الزيوت سنويا، منها 400 طن موجهة للتصدير شهريا.